مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة يمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله هنعمل دلوقتي بسكوت النشادر الصيامي، سهل لذيذ جميل جدا جدا، هش جدا جدا، وهعمله كمان معاكم بطريقة بسيطة قوي قوي قوي. بسكوت صيامي تقدري تقدميه لأولادك وتقدميه في بيتك في الصيام، من غير لا بيض ولا لبن ولا زبدة ولا سمنة، مكوناته بسيطة جدا وطريقته حلوة. مكون بس هنضيفه كده هيخلي البسكوت معانا يبقى زي الفطار اللي بنعمله، يبقى مقرمش وحلو، ما يبقاش طري زي العيش، وكمان ما يبقاش ناشف جدا. كل ده هتشوفوه معايا، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. يلا حطوا لايك للوصفه ويلا نبدا حالا. اولا بجيب كوبايه من السكر، عليها كوبايه من الزيت، واضربهم كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. يستحسن يكون عندي مضرب، لو مش عندي مضرب ممكن نضربهم في الخلاط، بس اهم حاجه الزيت والسكر ينضربوا كويس جدا جدا. يعني دي اول خطوه، ودي خطوه مهمه جدا ما نتغاضاش عنها، يعني لازم نعمل الحاجه دي. زي كده طبعا دلوقتي جبنا الدقيق بتاعنا، الدقيق بتاعنا ده منخول كويس جدا، حلو قوي، ما فيهوش اي كتل، وفي نفس الوقت يكون دقيق مخبوزات عشان يطلع معانا نوع البسكوت الحلو. بضيف على كوباية الدقيق ربع كوباية من النشادر، ربع معلقة من النشادر سوري، على كل كوباية من الدقيق، وبضيف معلقة من البيكنج باودر. ايه فرق ليه بنحط بيكنج باودر وليه بنحط نشادر وليه بنحط فانيليا؟ يبقى انا المقادير بتاعتي كل كوباية بحط لها ربع معلقة من النشادر ونص معلقة من البيكنج باودر. طبعا عشان انا هعمل كوبايتين فحطيت نص معلقة من النشادر ومعلقة من البيكنج باودر ومعلقة من الفانيليا. الفانيليا اولا بتدي ريحة حلوة للبسكوت كده، بتخلي ريحة البسكوت حلوة. اما بالنسبة للفانيليا اما بالنسبة للنشادر هي اللي بتخلي البسكوت يبقى زي بتاع بره، ودي حاجة اساسية. دي الكوباية التانية من دي. البيكنج باودر ده بيعمل في المعجنات عامة او في المخبوزات عامة زي محسن الخبز، يطلع نتيجة حلوة. انا عجنة البسكوت بالمية، مش حط اي حاجة خالص، مية بس مفيش غيرها. تقدروا انتوا تستبدلوا المية دي وتحطوا مثلا عصير برتقال، هيبقى حلو جدا معاكم. وكمان تقدروا مثلا تعجنوا البسكوت ده لو عندكم اي عصير تاني تحبوا تدخلوه، ممكن تضيفوا بشر البرتقال بيبقى حلو قوي. ممكن تعجنوه بلبن صيامي مثلا، لبن جوز هند، لبن صويا، بس عشان ناس كتير قالت لي مش متوفر عندنا لبن الصويا او لبن جوز الهند، فانا عملته لكم بالميه. ايه اللي انا ضفته ده على البسكوت؟ ده محسن البسكوت. عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه من النشا على نص كوبايه من الميه، بحطهم على النار بيتخلطوا على البارد، وبعد كده بحطهم على النار، ولما يعقدوا بالشكل ده ببتدي ان انا انزلهم. في ناس بتعمل ايه؟ بتحط على كل كوبايتين دقيق نص كوبايه نشا، وتقول لك ده مثلا بدل المحسن. دي طريقة كويسة ودي طريقة كويسة، الطريقتين بيدوا نفس النتيجة. حابين تضيفوا كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا عشان يبقى البسكوت مقرمش، ماشي. حابين تجيبوا نص كوباية مية تحطوا عليها معلقتين نشا وتدوبوهم وتعملوهم زي كده وتحطوهم، برضه مفيش مشكلة. الطريقة اللي تريحكم اعملوا بيها العجينة. يبقى العجينة بتاعتنا بالتفصيل كالآتي، هي عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من الزيت بينضربوا كويس جدا جدا، وبعد كده بقى بنزل عليهم بكوبايتين دقيق تدريجيا. في كوبايتين الدقيق دول بكون ضايفة نص كوباية، نص معلقة من النشا، نص معلقة من النشادر، معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من الفانيليا صغيرة كبيرة او معلقة صغيرة، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا جدا، وبعد كده ابتدي ان انا اضيف المية تدريجيا. المية بتاخد حوالي نص كوباية مية، بيكون دافية شوية، وبنضيف عليه محسن اللي احنا عملناه، محسن البسكوت اللي هو عبارة عن النشا مع المية، او لو حابين نضيف نص كوباية من النشا من غير المية يبقى مفيش مشكلة. تعالوا دلوقتي كلنا نحط لايك للفيديو عشان هنعمل البسكوت بطريقة حلوة وجديدة جدا جدا. ما عندناش مكنة، مفيش مشكلة خالص، النهاردة هنعمل البسكوت من غير المكنة نهائيا، هنعمله بإزازة الحاجة
حاجة ساقعة، لو عندنا إزازة حاجة ساقعة زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللي هنبدأ بيها أو هو ده اللي هنعملها. هنجيب الإزازة وهنقسمها نصين، وهنجيب الغطا بتاعها وهنبتدي نعمله تمويجة زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي بقى نفرغ التمويجة بالشكل ده بحيث ان احنا نعمل شكل الزجزاج اللي بنعمله في البسكوت. الناس اللي بتقول العجينة مش بتنزل من الازازة، لا هي بتنزل، بس هي الفكرة انتوا بتستعجلوا، يعني في نفس الوقت عايزين العجينة لسه عاملينها تنزل، لازم العجينة ترتاح، دي اول حاجة. تاني حاجة لازم تكونوا دهنين دهنين الازازة دي من جوه زيت عشان العجينة تتزحلق جواها، لان لو انتوا ما دهنتوهاش زيت العجينة هتلزق، فطبيعي تعملوا كده، يعني ده شيء اساسي. في دول معلومتين لازم تعملوهم لما تيجوا تعملوا البسكوت بتاع الازازة. جبنا قعر الازازه وعملنا فيه زي ما انتوا شايفين كده زجزاج برضو، بحيث ان انا اعمل بالوش بتاع الازازه وبالظهر بتاع الازازه. وهنبتدي بقى نبدا بدايه، هنبتدي ان احنا ندوس كده، هتلاقوا البسكوت طالع معاكم زي الفل، ما فيش اي مشاكل خالص خالص. وكل ما العجينه ترتاح اكتر كل ما هيطلع معاكم البسكوت بشكل احلى وجميل، وهيبان فيه الزجزاج ده اكتر، يعني كل ما تريحوا العجينه اكتر كل ما هيبان معاكم الشكل اكتر. ده بقى قعر الازازه، تقدروا تعملوه بقعر الازازه، وتقدروا تعملوه بوش الازازه، وتقدروا تعملوه بالقمع، وتقدروا تعملوه بالمكنه، يعني ليكم اختيارات كتير، الاختيار اللي يريحكم. كمان ممكن تفردوه على الكاونتر بتاع المطبخ على الرخامه وتقطعوه بقطعات لو عندكم اشكال، يعني ولادكم بيحبوه. يعني بصوا الموضوع بسيط، بس اهم حاجه تريحوا العجينه، لازم العجينه ترتاح علشان تطلع معاكم شكل الزجزاج الحلو ده. بصوا ده بعد ما ارتاحت العجينه. في الصيف على فكره بريح عجينه البسكوت جوه التلاجة، بسيبها جوه التلاجة 10 دقايق قبل ما ابتدي اقطعها، لكن في الشتاء بقطعه على طول. وده طبعا زي ما انتوا شايفين بسكوت الكيس الحلواني ده طبعا، لا يعني عايزه اقول لكم رقم واحد، رقم واحد تقطيعة بسكوت الحلواني، بيطلع معايا بالذات البلبلة الحديد مش البلاستيك، الحديد دي بصوا بتطلع معايا حاجة خرافية. اكتر حاجة بحب اشتغل بيها هي الكيس الحلواني اللي زي ما انتوا شايفينه ده، اللي هو الجامد مع البلبلة الحديد، بيطلعوا معايا الشكل اللي انتوا شايفينه كده. تسوية البسكوت عشان تبقوا عارفين لازم تكونوا مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة في حدود 140 150، وبعد كده بتدخلوا البسكوت، بتهدوا الفرن شوية، والبسكوت ما تفتحوش عليه اول دقيقتين علشان يبتدي ان هو ياخد الشكل والمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده تراقبوه كده، اول ما يبتدي من تحت يبتدي يبقى لونه ذهبي تطلعوه، ما تسيبوش البسكوت يتحرق منكم شايفين، بس من تحت كده بقى لونه ذهبي. وما تخلعوش البسكوت من الصاجه وهو سخن، لازم تسيبوه شويه عشان يبتدي يخلع منكم من غير ما يتكسر ويحصل له اي حاجه. شايفين البسكوت شكله حلو جدا وجميل جدا، اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو، وتدعموني بانتسابكم للقناه، ما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني ان انا اعمل وصفات صيامي كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل يوم هتلاقوا عندي وصفة صيامي وحلو صيامي ومعجنات صيامي، وبتوع الدايت برضو ليهم نصيب. تحياتي ليكم، واشوفكم دايما على خير قريب.